معانا المهندس احمد عابد رئيس الهيئه العامه للطرق والكباري. اهلا يا فندم. اهلا يا فندم. مساء النور. مساء النور يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا دكتور شاهين. ازي حضرتك؟ الحمد لله. في محافظه الشرقيه يا فندم بيقولوا الطرق هناك طريق فقوس كان فعلا شكل مرضيش حد ابدا. طب ممكن سيادتك انا بعت صور دلوقتي حضرتك للاعداد بقى حضرتك عن طريق كان ايه وبقى ايه. اولا حضرتك طريق حسنيه فقوس ده من الطرق الصعبه جدا جدا جدا، وكان بيطلق عليه طريق الموت، ولازم نعترف بكده لان طريق كان عرض الطريق القائم 6 امتار. النهارده الدوله بترفع كفاءه الطرق. النهارده الطريق متنفذ عليه ازدواج بطول 25 كيلو، تم تغطيه جنبيه بالكامل حوالي 18 كيلو بمعرفه ري الحسنيه وري فقوس، وده برضو في اطار التعاون بين المرافق اللي شغاله مع بعضها. النهارده الطريق بيتصرف عليه 160 مليون جنيه طرق و80 مليون جنيه تغطيات. النهارده منفذين عليه حوالي 70%. الاخ المواطن اللي بيشتكي هو عنده الحق بس ده في 30% من المشروع. المشروع حضرتك هينتهي يوم 18/1/2019، وده ميعاد محدد واحنا ملتزمين بيه. والصور اللي اتعرضت قدام سيادتك دلوقتي ده شكل الازدواج. بس بقول لحضرتك يا فندم، يا فندم الحسنيه بقول لحضرتك سوري في قطع الكلام دلوقتي. في فرق جدا بين حضرتك الطريق اللي حضرتك بتديهولي دلوقتي اللي انا شايفاه واللي هو بعته. اللي بعته انا عايز اشوف اللي بعته. ضروري. طب هاتوا لل هاتوا للمهندس باشمهندس هاتوا له الطريق اللي بعته عشان في فرق فظيع جدا بين اللي حضرتك بعته واللي هو بعته. ممكن سيادتك اللي بعتها دي في الثلاثة كيلو اللي لسه ما اتغطوش لان التغطيات شغاله. انتوا بتعملوا جزء جزء يعني؟ حضرتك الري حضرتك عشان احنا بنتعامل مع طرق قائمه. طرق القائمه يا دكتوره شيهان بيستلزمها نقل مرافق وبيستلزمها تغطيات، ولازم ما نعطلش ميه الري على الاخوه المزارعين. بيحصل مناوبات ري، فبنضطر نشتغل قطاع قطاع. النهارده فاضل قطاعين اتنين في الطريق، كيلو ونص في مدخل الحسنيه بعد منطقه عمار، وكيلو ونص بعد الديدمون اللي هي في اول المشروع من قدام، ودي كتله سكنيه. يعني حضرتك حاطين خطه معينه؟ حاطين خطه معينه بالضبط يا فندم. الصور اللي عند سيادتك دي تقدر الاعداد يروح يصورها من الموقع، لان دي من الموقع حاليا. ده الاسفلت من خلال الشهر الماضي. المنطقه دي اسمها منطقه عمار في منتصف الطريق، على بعد بالظبط 12 كيلو من عليه من الحسنيه في اتجاه فقوس. انا عايز اقول للمواطن يطمن ان الثلاثة كيلو اللي فاضلين الري بدا التغطيه فعلا، ان كان في مقاول متعثر وسحبوا منه الشغل، وده برضه التغطيه تمويل الهيئه العامه للطرق والكباري، يعني مش تمويل الري. طب دي هتخلص امتى يا فندم؟ باشمهندس احمد هتخلص امتى؟ اهل الاقتصاد هتخلص امتى الطريق ده؟ هيخلص امتى؟ الطريق يا فندم هيخلص في يناير 2019. يناير 2019. نتمنى ده. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. طبعا ان شاء الله هيبقى 2019. بس هو فعلا في فرق بين اللي حضرته وريهولنا دلوقتي، الطريق ده والطريق التاني.